يقوم حتى تتفطر قدماه، حتى تتعلم الأمة كيف تسير إلى الله سبحانه وتعالى. أول أمر يكون به الثبات بإذن الله تعالى هو التعرف على الله، إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. كيف نريد أن الله سبحانه وتعالى يثبتنا ويدخلنا الجنة ونحن لا نعرف الله سبحانه وتعالى؟ البعض تسأله هل أنت مسلم؟ يقول نعم. تريد الجنة؟ نعم. طيب ما هو الإسلام؟ يقول أنا لا أدري. هل تعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف. حتى أن البعض والله لا يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نريد أن نسأل، اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعرفه. لماذا؟ لأننا في زمن اليوم فتن عظيمة، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما العلاج؟ قال فعليكم، أي الزموا، فعليكم بسنتي، يعني الزموا طريقتي، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تعض وتتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من قوة. إما تعطينا الجهاز أو تقفله. لا سجل، خلي لجهازك هنا. طيب عليكم أيلزموا بسنتي، أي طريقتي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الكل عندنا هنا يقول أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، لكن ليست المحبة كلمة تقال باللسان، محبة يصدقها العمل. تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذن هل يمكن إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تحلف بغير الله، بالنبي، بالحياة مثلا، برأس أمي، بكذا؟ لا. إذن الذي يحلف بغير الله هذا والله ما لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يحافظ على الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة، يعني من الرجال طبعا، فهذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. لأن شرط المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مسلما ويمسي كافر، نسأل عافية السلام. وأنت تسمع في هذه الأيام فرق ضالة تظهر في ساعات، تظهر فرقة ضالة ثم أخرى ثم فرقة ثم كذا، انقلابات، مظاهرات، قتل، أخذ أموال، لا تدري، يعني لا يدري هذا المقتول فيما قتل أصلا. إذن أولا التعرف على الله سبحانه وتعالى، توحيد الإخلاص. ثانيا السير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتكلم بكلمة واحدة إلا ولابد تحسب لها مليون حساب. أنا لماذا أتكلم بهذه الكلمة؟ هل هذه الكلمة يحبها الله؟ هل هذه الكلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا هذا الأخ مثلا يريد يتكلم عن السياسة، يتكلم في الرئيس مثلا، طيب هل هذا الكلام يرضاه الله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ طريق الدعوة إلى الله تكلم عن الرئاسة؟ أخذ يسب في قريش وقال لهم اعطوني الملك، عرضوا عليه الملك، أبى، ما أراد هذا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى كان على ماذا؟ يقول بعض العلماء، يقول لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه
إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون قضى عليهم. قضى عليهم بماذا؟ هو بأشياء كثيرة، لكن منها حسن الخلق، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: وإنك لعلى خلق عظيم. بعض الناس في هذه الأيام يستيقظ، منذ أن يستيقظ في الصباح إلى أن ينام يسب الرب، والله يسب الدين، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب الرئيس، نعم يسب الحكومة، أف يا لهوي، ومصيبتا يا ويلنا، كذا تعبنا من هذه العيشة، كيف الحال؟ قال يا أخي تعبني سبحان. هذا متسخط، معترض على قضاء القدر، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، قد يوصل هذا للشرك الأصغر، والأصغر قد يوصل للأكبر. وبعض الناس تسأله كيف الحال؟ قال الحمد لله. كيف الجو؟ قال تمام. كيف الرئيس؟ قال ومال الرئيس، أنا في نعمة، الله يغني عنا ويغنينا عنه، أنا ما أطلب من الرئيس شيء. لماذا؟ قال لأن الجنة لا تطلب إلا من الله، صح؟ طيب الرزق طلب من الرئيس؟ قال أخذ أموالنا، لا ما أخذ أموالنا، لا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. لم يأمرك الله سبحانه وتعالى بأن تفتش وتنقب وتسأل عن كذا وعن كذا وعن كذا. من حسن إسلام المرء، تريد أن يكون لك إسلاما سالما ها في أعلى الدرجات، النتيجة أو العمل، تركه ما لا يعني، في أشياء لا تعنيك ليست لك، اشتغل بما يعنيك. كلفك الله سبحانه وتعالى بالصلاة وحفظ الصلاة المفروضة الخمسة، كلفك الله بالتوحيد، تعرف ما هو التوحيد وتعمل به وتدعو إليه، كلفك الله سبحانه بالصيام، صيام شهر رمضان، أركان الإسلام تبحث عنها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول، إقام الصلاة، لأن البعض منا يصلي أي صلاة، المهم صلى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أو إقام الصلاة، إقام الصلاة لماذا؟ حتى تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطه وأركانه وواجباته ومكملاته، وتنتفي عنك الموانع. ليست هي هكذا تأتي وتمشي، يعني البعض يصلي مكشوف العورة صلاته باطلة، خاصة من يصلي في البنطال، عندما يسجد أو يركع إذا انكشفت السوء العورة الصلاة باطلة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لماذا لا تأخذ الزينة عند كل مسجد وتأخذ الزينة عند الرئيس وعند المخفر وعند فلان، ولو ذهبت تخطب امرأة مثلا محبة. الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أسأل الله يثبتني وإياكم يا رب. يكثر من الدعاء، الالتجاء، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في الأوقات والأماكن التي يستحب فيها الدعاء، ثلث الليل الآخر بين الأذان والإقامة وهو ساجد قبل التسليم، فيحرص على أن يغتنم هذه الأوقات بالدعاء، يستقبل القبلة متطهرا رافعا يديه إلى السماء، يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، البعد عن الحرام، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له، قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. السب والشتم، الآن أنا والشيخ قبل أن ندخل المسجد سمعنا السب والشتم من الصغار،
يتربى الصغار على السب على الشتم. إذن هذا فيه أننا الآن في زمن فتن، لابد نعلم الصغار. تعليم الصغار عند السلف قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، لكن ضرب غير مبرح، ضرب لا يكون على الوجه، ضرب ممن له ولاية عليه، لا يأتي كل أحد ويضرب الصغير، ضرب يراد به التأديب للانتقام، لأن بعض الكبار يضرب الصغير ينتقم لنفسه، ينضرب من يعرف الضرب. والحر العبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه الإشارة. أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لا يعقل أن أنس رضي الله عنه كان صغيرا، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعقل أن أنس رضي الله عنه لم يخطئ في 10 سنين كاملة، لا أخطأ، لكن لم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده. من أين تعلم السب؟ من والديه قطعا، من الشارع، من الرفقة السيئة، من التلفاز، نعم، أفلام كرتون التي تعلم، ليس فقط السب، لا تستغرب، تعلم الصغار الشرك الأكبر، تعلم الصغار السحر، تعلم الصغار التعويذات. إذا سقط سن لأحد الصغار ماذا يصنع؟ يستقبل الشمس. نعم، تعلم الصغار هذا من من؟ من المجتمع، من والديه. قال إذا سقط لك سن تستقبل الشمس وتنادي الشمس وتقول يا شمس يا شموسة خذي سني واعطيني سن العروسة. عندنا من يعبد الشمس، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم موجود، نعم موجود، يسمع وتسمع الصغير يحلف بالنبي، يحلف بالولي، يحلف بالحياة، أمانة، بالعهد، هذا كله حلف بغير الله وحياة أمي، شرك، شرك لا شك فيه. والله لو يسرق أحسن من أن يقول وحياة أمي والنبي. لماذا؟ لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هذا منه، عندما يتعلم الصغير الحلف بغير الله، يتعلم السب، سب الرب، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدين، يستهزئ بالصحابة، يسب أمهات المؤمنين، يستهزئ باللحية، يستهزئ بالصلاة، يلعب، يشتم. حتى أصبحت بعض الأشجار نعبدها لغير الله. قال عباد الشمس، اتقوا الله أخوانا، ما عندنا عباد الشمس، هذه المخلوقات تعبد الله، إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، تعبد الله. وبعض الناس أبى إلا أن يعبدها لغير الله وقالوا عنها عباد الشمس. هي دوار الشمس، ممكن تقول هذا، وهذا من حكمة الله، وهذا يدل على عظم خلق الله، والمخلوق يدل على الخالق. قال الأصل أن نصنع هذا مع هذا دوار الشمس، لا، عبدوها للشمس. وبعض الناس يقول قصدي تمام، نيتي قلبي. كيف قلبك؟ قلبك لو صافي يظهر هذا على جوارحك. كيف قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال سب الرب ولا أشكال، أعوذ بالله. طيب لو سب والدك تقول له كيف قلبك؟ لا والله ما تقول له كيف قلبك. لو ما يتجرأ، والله في بعض الدول لا يتجرأ إنسان على سب، أكرمكم الله، جزمة الرئيس، على شرطي، لكن يتجرأ على سب الرب، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدين. وبعد هذا قال نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب الله. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه، هذا الحب الصادق. ثم بعض الناس
قال يا أخي نتسلى. تتسلى بسب الرب، تتسلى وتسخر وتستهزئ بالكتاب والسنة. رجل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، يعني ماذا صنع؟ حسنة، جهاد. في طريق الرجوع ماذا قال؟ قال ما رأينا مثل قرائنا. من القراء في هذا الزمن؟ من الذي يقرأ القرآن في هذا الزمن؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. إذن أخذ يمزح ويسخر ويلعب أبي الله، يعني ما بقي أن تلعب وتسخر وتستهزئ إلا بالله، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القراء. فجاء عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قال هذا المنافق، فوجد القرآن قد سبقه. اليوم في أجهزتنا نستقبل رسائل فيها سب وشتم ولعن واستهزاء بالصحابة، ونرسل نحول هذه الرسائل، نعم نرسلها للمجموعات أيضا. والله لو كان في سب هذا لوالدك ما تقرأ الرسالة، كيف بإرسالها؟ الفتنة في هذه الأيام تنتشر في ثواني، الكفر ينتشر في ثواني، الكذبة تنتشر في ثواني دون أن تشعر. ومن اللي ينشرها في الغالب؟ نحن، يعني ليس لا أحد يقول هذا من اليهود، هذا من النصارى، هذا من أعداء الإسلام، في الغالب نحن اللي ننشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني بعض الناس ينشر لك مقطع فيه جواز أكل الربا تنشر؟ ما يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. نحذر. الآن أنا لو أسأل الكل هنا عندنا في المسجد، الكل إجابة واحدة على أي سؤال، هل تتثبت في نقل الأشياء؟ نعم أو لا؟ نعم 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 نعم. القول يقول لابد نتثبت في نقل الأشياء، صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. إذن هذا السؤال الإجابة معروفة، لكن العمل لا، والله لا يتثبت. يرسل كل شيء يأتي، يقرأ كل شيء يأتي، يقرأ الكفر، يقرأ الضلال، يقرأ كذا، يقرأ كذا. المفروض أننا نعيش بين الكتاب والسنة. برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعاشوا على دندنة دندنة. القرآن الآن أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك أعبد، لا، إياك نعبد، يعني يجتمع يا رب على عبادتك. إذن الفرقة ليست دين، الفرقة مذمومة والاجتماع ممدوح. أي اجتماع؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى؟ لا، نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، إياك نعبد وإياك نستعين، نجتمع يا رب على عبادتك ونستعين ونطلب العون منك، لأن الواحد منا ضعيف. ولهذا تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تتبرأ من حولك ومن قوتك، اهدنا. طب انت ضال عندما تقول اهدنا؟ لا يلزم أن تكون ضال. الآن أنا أقول للشيخ الله يهديك، يقول
آمين. لماذا؟ لأن الدعاء بالهداية أمر قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول تأملت الدعاء ونظرت، وإذا أفضل الدعاء في القرآن، ونظرت أفضل دعاء في القرآن هذا اللي نقرأ في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء بالهداية. وبعض الناس ما يريد، والله ما يريد، تدعوني بالهداية. دعوت مرة لطالب من الطلاب قلت الله يهديك، جاءني بعد الدرس قال أنا مجنون، والله لو تعود لمثل هذا أتكلم أمام الطلاب عليك، لا تدعو لي بالهداية. إذا ندعو لك بالغواية اهدنا، من دعا باهدنا الصراط؟ أول من دعا باهدنا الصراط المستقيم النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ إذا الهداية مطلوبة لكل أحد، سواء كان على الطريق المستقيم أو على غير الطريق المستقيم. نعم، ما معنى قول اهدنا؟ أي يا رب علمني ووفقني، اهدني وسددني، اهدني يعني دلني على الطريق، ووفقني إلى سلوكه. إذا تطلب أي هداية؟ هداية التعليم، يعلمك الله سبحانه، يفقهك في دين الله ويوفقك في سلوك هذا الطريق. لأن لو تطلب هداية العلم فقط دون العمل أنت من؟ من اليهود، من المغضوب عليهم. ولو تطلب العمل دون العلم أنت تريد أن تكون كالنصارى، تعمل بلا علم. ولهذا كان بعد هذا الدعاء تقول غير المغضوب، لا أريد أن أكون من الذين غضب الله عليهم، تعلموا ولم يعملوا اليهود، أو عملوا بلا علم النصارى، لا أريد أن أكون من الفرق الضالة، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، لا أريد أن أكون من الفرق الضالة، أريد الطريق المستقيم، طريق من؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. نكرر هذا الدعاء، نكرر اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. هل نستشعر عندما نقرأ الفاتحة، هل نستشعر هذه الهداية؟ هل نستشعر أننا على خطر؟ هل نستشعر البراءة من الشرك وأهله؟ هل نستشعر أننا لا نريد أن نكون من الفرق الضالة؟ هل نستشعر أننا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ونريد أن نجتمع في صلاتنا، في دعائنا، في عباداتنا، في كل شيء، نجتمع على الطعام يبارك لنا فيه، نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى، على دين واحد، شريعة واحدة، نبي واحد عليه الصلاة والسلام، قبلة واحدة، نجتمع في كل يوم 5 مرات عبث؟ لا، نجتمع في كل جمعة مرة، الأحياء تجتمع 5 مرات، كل حي يجتمع 5 مرات، المدينة كاملة تجتمع في كل جمعة، واجتمع أهل الإسلام في عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، بل تجتمع الأقاليم كاملة في عرفة حتى تعلم أن لابد نجتمع نكون أمة واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لا بالسب والشتم والتشهير والتفسيق والتبديع والتكفير، وأين حكام العرب وأين العروبة وماذا صنع لنا الحكام وأخذوا أموالنا وصنعوا وصنعوا، حتى أصبحت المساجد لا يذكر فيها اسم الله، يذكر فيها السياسة والبيع والشراء والموسيقى من الجوالات، والبعض يفتح اليوتيوب في المسجد أو يفتح واتساب أو يفتح بعض الرسائل ويبدأ يمسح في الأرقام، ليس لديه وقت إلا في أين؟ في المسجد. المساجد لم تبنى لهذا، الكل يعرف لماذا بنيت المساجد، من يعرف لماذا بنيت المساجد؟
للبيع والشراء. إذا رأيتم الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبتاع ويشتري في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك، ندعو عليه أن يفلس. وإذا رأينا الرجل ينشد الضالة في المسجد يبحث عن المفقودات، إيش نقول؟ لا ردها الله عليك. جاء أعرابي وبال في ناحية المسجد، فقام الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا زجر هذا الرجل، فقال لا تزرموا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، ما بنيت لا للبول ولا للغائط ولا للكلام عن الدنيا ولا غيره. تدخل إلى المسجد، مجرد ما تدخل إلى المسجد، المكان الذي تضع فيه أكرمكم الله النعلين، تضع الدنيا خارجا. خاصة عندنا البعض مجرد ما يدخل المسجد يبحث عن أي أحد، حتى ماذا؟ حتى يسرق الوقت منك. يأتيك قال سمعت الخبر؟ قال إيش فيه؟ ما سمعت؟ قال ما سمعت. الخبيث، الرئيس، المجرم، الظالم، أين؟ في المسجد. في المسجد سب وشتم ولعن، حديث عن السياسة، حديث عن الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تريد الله؟ تريد الجنة؟ تريد الرزق؟ تريد السعادة؟ تريد الثبات؟ أقبل على الله. قال لو يعلم الملوك والسلاطين ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف، يعني يقاتلونا. لماذا؟ من السعيد؟ التقي هو السعيد. أما هذا ليس بسعيد. إذا ماذا تريد إذن؟ السعادة في طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني لديه طائرات وعقارات وسيارات، هذا ليس الغنى. قال الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. فأخواننا الله 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 بهذا الدين، الله الله بالمساجد، الصلاة وما ملكت أيمانكم. نأتي للصلاة هنا وتأتي هذا لا يفكر في الصلاة، يفكر ماذا يتكلم بعد الصلاة، أو ينظر إلى الجوال بعد أن يسلم، أو يصنع أو يصنع. لا، يقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. البعض يتضجر من الإمام، أطال الإمام، اليوم أخر علينا الإقامة، سمحك الله، يضيع أجر. مجرد ينتهي الصلاة يبدأ يتكلم في الإمام، غيبة ونميمة، وضاع الأجر. يتكلم على المؤذن أحيانا، يتكلم على المسجد، يتكلم على الحكومة، يضيع أجرك ولا تستفيد شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.